بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بكل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك فيما أقمتنا فيه، بما أقمتنا فيه، مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وليك المصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل شرح كتاب حشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين، آمين. وكنا بدأنا يوم الاثنين الماضي فصل في أحكام الوصية، وقال في الهامش: وسبق معناها لغة وشرعا أوائل الكتاب. وقلنا الوصية شرعا هي تبرع بشيء مضاف إلى الموت، مضاف لما بعد الموت، تبرع بشيء مضاف لما بعد الموت، ده اسمها الوصية. لكن لو تبرع بشيء مطلقا ملوش علاقة بالموت يبقى يسموه هبة أو نحلة. لا، الجعل دي مكافأة على على عمل شيء معين، ده اسمه الجعل. المصريين يقول لك الحلاوة، يقول لك اللي يلاقي لي الحاجة هدي له الحلاوة، أو ده اسمه الجعل. يعني يضيع منك حاجة تقول اللي هيلاقيها لي هدي له كذا، كذا ده اسمه جعل، اللي احنا نسميه الحلاوة، اللي هي مرتب أو مبلغ لمن يقوم بمهمة معينة، ده اسمه جعل. إنما الهبة بلا مقابل، تديش أنت حاجة. ونفرق بين الهبة والصدقة، أن الصدقة للفقير والهبة قد تكون للغني كده برضه، لكن الوصية هي صدقة برضه لكنها متوقفة لما بعد الموت كده برضه. الوصية تملي تبقى صدقة تبرع يعني، لكنها لما بعد الموت، تبرع بشيء مضاف لما بعد الموت. ده الهبة أعم، الهبة تشمل الصدقة والهدية، واضح؟ لكن الصدقة تكون للفقير أو المسكين أو شيء. فيقول هنا: وسبق معناها، يعني معنى الوصية لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض، ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا، وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول كاللبن في الضرع، وبالموجود والمعدوم كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة، وهي أي الوصية من الثلث. وهو ابتدى الإمام البيجوري يفتح موضوع كبير حول هذا الموضوع، وتكلم، واحنا وقفنا على كلام الإمام البيجوري في قوله: ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت. احنا قلنا الإنسان لو تبرع في مرض الموت تبرع ناجز يعني منفذ اسمه هبة، ياخد حكم الوصية، يبقى لازم يبقى في حدود الثلث، لأن مرض الموت فيه نوع من الحجر، لأنه قد يضر بالورثة لو تصرف في مرض الموت. فعلشان نحمي الورثة نخليه تصرفه في مرض الموت في حدود الثلث بقدر الوصية. فاكرين الكلام ده؟ احنا كنا قلنا دول. لكن يستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت، يعني ما يخرج عن حدود الثلث، يعني يستثنى ما لو نجز عتق أم ولده في مرض موته. أم الولد دي أصلا معتوقة لأنها ولدت بعد وفاة سيدها،
هي دي عبارة عن أمة ملك يمين أنجبت لسيدها منه ولدا، فسميت أم ولد. بمجرد موت السيد تصير حرة، كويس؟ أعتق ابنها لأنها أم ولد. فافرض إن هو تبرع بأم الولد دي، قال لها أنت عتيقة قبل ما يموت، هي كده كده هتبقى معتوقة بعد موته. دي تستثنى من الثلث، لأن ده تحصيل حاصل. ده تحصيل حاصل لأنه هي كده كده مش داخلة في التركة. فهمت بقى؟ ويستثنى من التبرع المنجز في مرض الموت ما لو نجز عتق أم ولده في مرض موته، فإنه ينفذ من رأس المال، يعني ما نخلهوش في حدود الثلث، ينفذ في الحال، مع أنه تبرع منجز في مرض الموت لأنها مستحقة للعتق من رأس المال بالاستيلاد من الأصل. ولو في مرض الموت، فإنه لو استولد في مرض موته أما نفذ الاستيلاد من رأس المال. ده بيقول لك فضلا عن أنه هو أصلا لو هو في مرض موته هي حملت منه وأنجبت حتى بعد وفاته بقت حر، فما بالك دي أصلا أم ولد قبل ما يعي. فهمت؟ فإنه لو استولد في مرض موته أما نفذ الاستيلاد من رأس المال، لأنه ليس تبرعا بل إتلاف واستمتاع، لأن ده بيعتبر كأنه استمتع بماله وأتلفه وحر. واحد في مرض وفاته قال لك هات لي 20 كيلو تفاح، الراجل بيموت ويقول لك هات لي 20 كيلو، ما تروح تجيب له من فلوسه، هو حر هيتلفه يأكلهم يحمضوا، هو حر بقى حاجة من نفسه، ما تقوليش دي في حدود الثلث بقى. فهمت؟ لأنه أراد أن يستمتع بها في حال حياته. فدي من باب دي، فهمت المسألة؟ فتخرج من المسألة. ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل بعد وفاء الدين، طبعا لأن ربنا بيقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية لأن الدين فرض في الأداء والوصية سنة، فيقدم الدين أولا، يبقى الوصية دي بننفذها بعد سداد الديون. ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل بعد وفاء الدين، طبعا بعد وفاء الدين وتجهيز الميت، مصاريف تجهيز الميت كمان بتخرج، ولو كان عليه حج وهو بلغ الاستطاعة ولم يحج بناخد مصاريف حجة كمان عشان واحد يحج له، لو كان عليه كمان أموال زكاة ما خرجهاش نخرج زكاة، كل دي ديون، واخد بقى، وصداق الزوجة دي ملحق بالديون وهكذا. ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية ثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه، ممكن الدين ده يجوا الدائنين لما عرفوا أن الرجل مات قالوا احنا مسامحين خلاص، يبقى ننفذ الوصية على طول بقى، فهمت؟ لأن هم خلاص أبرؤوه. وممكن واحد أجنبي خالص عنه صديقه قال ديونه علي، خلاص الحمد لله نفذ الوصية على طول. فهمت؟ كل ده لأن هنا يبقى إيه، إما بعد أداء الدين أو سقوط الدين عنه، إما بإبراء الدائنين أو بتبرع أجنبي بسداد الدين، واضح؟ أو سقوطه عنه. فلو كان عليه دين مستغرق، الدين المستغرق اللي هو يشمل كل المال اللي تركه، ده دين مستغرق يعني غرق أمواله كلها فيه، يبقى مقولوش حاجة، الراجل شايب 100,000 جنيه وديون ب100,000 جنيه خلاص، يبقى هي ديون استغرقت تركته، واضح؟ فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء، لكنها منعقدة، تفضل الوصية لا تنفذ لكنها منعقدة، لأن ممكن وانت بتسدد الديون اللي هي شاملة واستغرقت الدين ده كله ناس تتنازل فيتبقى مال، أو ناس تيجي تتبرع بالسداد فيتبقى مال، فيبقى هننفذ الوصية فيما تبقى، واضح؟ يعني ما نتسرعش لأن ديونه تستغرق ماله نقوم نبطل الوصية، لا تفضل الوصية متعلقة لما نشوف واحنا بنسدد الديون هتمشي ازاي، واضح؟ ما كل ده كلام ده ما احنا عارفين نفس الثلث، وانا كل شويه اقول لك في الثلث والثلث، ما احنا حفظناها بقى انها بتنفس في الثلث،
فمش كل ما اقرا سطرين تقول لي يعني من التلت يا عم الشيخ؟ عم الشيخ هيقول لك ايوه من التلت. وما زاد عن الثلث؟ عم الشيخ هيقول لك باجازه الورثه. خدت بالك؟ فيبقى ما نفضلش بقى القيود دي نقيدها كل شويه، لانها خلاص دي قواعد تستقر بقى في ذهنك، واخد بالك؟ فبيقول هنا ايه؟ لم تنفذ الوصيه في شيء لكنها منعقده حتى لو ابرأه الغريم او قضى عنه الدين من اجنبي او قضي عنه الدين من اجنبي او من وارث. افرض واحد من الورثه قال ديون ابويا علي انا دونا عن اخواته، لان هو ابنه الكبير مثلا او غني مع اموال، قال ما كنتش دعوه بديون ابويا دي، انا اللي هسددها له. خلاص الحمد لله، ممكن يسددها واحد من الورثه او واحد اجنبي او الدائنين يتبرعوا عنه. او من وارث نفذت الوصيه في الثلث، او شايف الثلث يا عبد الوهاب، كما جزم به الرافعي وغيره. ولو اوصى بالثلث وله عين ودين، يعني اوصى بالثلث وليه دين بره على الناس، يعني المفروض يجمع ماله، يعني ليه هنا بقى بالعكس، هو مش مدين ده، هو هنا دائن. كويس؟ اوصى بالثلث وله عين، يعني حاجه تحت ايده مسكها. كويس؟ وليه كمان ديون بره هيلمها، وله عين ودين. بالعين يطلق على الذهب ويطلق على المتعين من المتمول مطلقا، واخد بالك ازاي؟ يعني مال متعين. وله عين ودين، دفع للموصى، دفع للموصى له ثلث العين. كويس؟ يبقى في حاجه، الراجل مات وسايب لنا فدان ارض في ايدينا، وليه مليون جنيه بره ديون على الناس هنلمها، وموصي في حدود الثلث، نعمل ايه؟ نروح للموصى له، موصي لابن اخته مثلا، ابن اخته ده مش هيورثه، او ابن اخوه اليتيم موصي له التلت. فنقوم نيجي ايه؟ الفدان اللي سايبه ده في ايدنا دلوقتي، ندي تلت الفدان للواد ابن اخته ده ولا ابن اخوه. كويس؟ طيب والديون اللي هتيجي، كل ما ناخد منها حاجه ندي له تلت، كل ما ناخد منها حاجه ندي له تلت. فهمت بقى المساله؟ ولو اوصى بالثلث وله عين ودين، دفع للموصى له ثلث العين، وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه. نض من الدين شيء يعني صار نقدا، يبقى نض نون ضاد يعني ايه؟ صار نقدا، واخد بالك؟ يعني بقى نقد في ايدي، بقى كاش، كاش ماني ان انجلش، واخد بالك؟ في سيوله، صار سائلا في يدي، اروح مديله من السائل ده الثلث. يبقى الفقهاء كانوا بتوع زمان يقولوا عليه على الكاش ماني او السيوله يسموه ايه؟ نضه. اللي هي كتب في كتب الفقه الكتير دي، يقول لك وكلما نض يعني صار معك سيوله ماليه في يدك، تقوم تطلع تلتها للموصى له. واضح؟ يبقى هنديله ثلث العين اللي في ايدنا، وكل ما نلم من المليون جنيه دي 100,000 10,000 20,000 نديله تلت كل حاجه تجيلنا، واخد بالك؟ لحد ما ايه؟ نلم الديون كلها. واضح؟ احنا هنا بقولنا لا، هو معلوش ديون، ده هو اللي داين الناس، فلوسه بره وعنده حاجه واوصى بثلث ماله. نسينا بقى المديون ده، خلصناه، ده مات خلاص وانتهينا وسددنا ديون، دخلنا في صوره اخرى. ركز معايا عشان ما نفضلش رايحين جايين في سطر واحد، احنا نقلنا الى صوره اخرى. خلاص نجيب لك شاي وقهوه عشان تركز. دخلنا في صوره اخرى غير الايه؟ المدين اللي مات اللي هناك ده كان في السطر الفوقاني، احنا دلوقتي دخلنا على صوره اخرى. يبقى ولو اوصى بالثلث وله عين ودين، الدين هنا له وليس عليه. فهمت بقى؟ دي صوره ثانيه. ركز علشان كلام الفقهاء بتوع زمان بتوع الجيل القديم كل كلمه مهمه. اتعودوا على ايه؟ دقه الالفاظ وقله العباره، على اساس اللي بيقرا يبقى مركز. وله عين ودين، دفع للموصى له ثلث العين، وكلما نض من الدين شيء
دفع له ثلثه، ولو أوصى بشيء، دي صورة ثالثة، كل شوية هيديك صور، انسى بقى الصورة اللي فاتت خلاص فهمتها، انقل لصورة ثانية، كل شوية بينقلك لصورة، كل شوية لصورة، عشان عايز يبني فيك الحس الفقهي. واضح؟ يبقى كل شوية بينقلك لصورة جديدة، صورة جديدة، صورة جديدة، وهكذا. ولو أوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء. الصورة دي عامل ايه؟ انا كل ما املكه من حطام الدنيا 90,000 جنيه، في ايدي 30,000، دي في ايدي في الرصيد بتاعي او في الدولاب عندي او في الخزنة، وليه 60,000 جنيه بره، وانا اوصيت بثلث المال. فهمت ازاي؟ هعمل ايه؟ دي الصورة بقى دي تانية، خدت بالك؟ يعني انا في ايدي ثلث المال، بس ثلث مالي في ايدي، والثلثين غائب بره، نعمل ايه؟ وهو اوصى بثلث ماله، دي صورة تانية. شوف بقى الشيخ بيقول لك ايه. ولو اوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب. انا دلوقتي لما اوصيت بثلث مالي وانا مالي 90,000، يبقى انا اوصيت ب30,000 هتخرج بره كده. انا في ايدي دلوقتي منهم 30,000 وليه 60,000 بره، انا ال 30,000 دي الموصلة. طب ما التانيين غايبين لسه، فهمت ازاي؟ ما ممكن ما يجوش، فهمت المسألة؟ فعايزين نشوف يعمل ايه. ولو اوصى بشيء هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا لاحتمال تلف الغائب. مش يمكن ال60,000 دي كانت عند الريان وبقابلني ناخدها ولا مش هناخدها، تبقى في المشمش، ويبقى في الاخر كل اللي في ايده هو ال30,000 دي، ويبقى الوصيه بتاعته بالتلت هي 10,000 مش 30,000. فهمت ازاي؟ لا اصبر شويه. ولو اوصى بشيء هو ثلث مال وبقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شيء منه حالا، يبقى هنصبر شوي لاحتمال تلف الغائب. لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر، ممكن واحد يقول طب ما نديله 10,000 تلت الحاضر الاول، لانه يستحقه سواء تلف الغائب ام لا. نقول له ايه اللي بيقول كده؟ لأننا نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الواسط الوارث على مثليه. يعني أنا مش معقول حصلت الموصى له وهو أضعف حالا على شيء قبل ما صلت الوارث، فهمتني إزاي؟ ولازم لما صلت الوارث أسلطه على مثلي ما تسلط عليه الموصلة. واضح؟ لأن نقول تسلط الموصى له على شيء من الوصية متوقف على تسلط الوارث على مثليه، والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب. فطالما أنا مش هسلط الوارث على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب، من باب أولى الموصى له وهو أضعف حالا من الوارث ما صلتوش. فهمت إزاي؟ قياسا على أنها دي من باب الأولى. لا ما احنا مش هندي، هنستنى شوية علشان إيه؟ ما تتعقدش القسمة. طب افرض هم قعدوا وافقوا. خلاص الشيخ الباجوري يطلع بره. اه براحته. لكن لو حكموا الفقيه، فقيه يقول لهم كده. لكن لو ما راحوش يحكموا الفقيه، صرفوا براحته. ان شاء الله تدوا لجمعية الرفق بالحيوان احنا منه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا الحكم ده حكم الفقيه اذا عرضت عليه المسألة. لكن افرض ان هم استفوا مع بعض بأي اتفاق اخر. الموصى له قال لهم انا يا جماعة انا شايف ان فلوسكم كلها بره، أنا مش عايز حاجة، شاكرين جزاكم الله خير. مثلا، خلاص حلو أوي. قال لهم طب ادوني 10,000 عشان أنا مزنوق، أمشي حالي،
والتانيين عايزين برضو يمشوا حالهم عليهم ديون، ما فيش مانع يبعدوا عن الفقيه ويريحوا الفقيه. قوم عند الفقيه يقول لهم اصبروا بقى شويه، اذا كنت انت لا تستطيع ان تسلط على ثلثيه الان يبقى من باب اولى الموصى له لانه اضعف حالا منك. فهمت ازاي؟ فاصبروا بقى وتعالوا لي بعد ما تلموا الفلوس. واضح؟ يبقى ده حكم الفقيه، وحكم الفقيه على فكره في المساله لفض النزاع، وليس هي المساله حكم الله. حكم الله في المساله هو التراضي. ان ما يبقاش في مشاكل. واعلم ان قيمه ما يفوت على الورثه تعتبر واعلم ان قيمه ما يفوت على الورثه تعتبر في المنجز بوقت التفويت. خد بالك لما يبقى تارك اشياء لها قيمه، والقيمه دي بتختلف سعرها من وقت لوقت. يعني لو سايب ارض، الارض دي قيمتها قبل ما يموت كذا، ولما مات بقت كذا، ولما جم يقسموا بقت بكذا. يبقى كل ليها ثلاث قيم، اعتبر اي قيمه. فهمت بقى ازاي؟ فعايز بقى يبحث لك المساله دي. يبقى احنا هننقل في حته ثانيه يا عبد الوهاب. خد بالك. واعلم ان قيمه ما يفوت على الورثه تعتبر في المنجز بوقت التفويت، لما يتصرف في مرة وفاته تصرف ناجز مش وصيه. فهمت ازاي؟ يبقى تعتبر في المنجز بوقت التفويت، وفي الوصية اللي هي المضاف للموت بوقت الموت. وقيمة ما يبقى للورثة تعتبر بأقل قيمة من وقت الموت إلى وقت القبض. مثال الأول، هيديك مثال لكل، عندنا ثلاث أحوال أصلا، هيديك مثال لكل واحد عشان تفهم. مثال الأول، ما لو كان عنده ثلاثة عبيد فأعتق واحدا منهم في مرض موته، يبقى هنا اتصرف في ثلث ماله، أعتق واحد منهم في مرض موته، فهذا هو الذي فوته على الورثة، فهذا هو الذي فوته على الورثة اللي هو العبد اللي أعتقه ده في مرض وفاته. واضح؟ فتعتبر قيمته بوقت إيه؟ بوقت التفويت، ساعة ما اعتقه كان العبد ده قيمته قد ايه في السوق، يبقى ده وقت التفويت، ده قيمته. فتعتبر قيمته بوقت التفويت، فإذا كان وقت الاعتاق يساوي 100، العبد ده كان وقت ما اعتقه يساوي 100 اللي هو وقت التفويت، اعتبرت في ذلك الوقت لأنه وقت تفويته على الورثة. وأما قيمة العبدين الباقيين لهم فتعتبر بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبض. واضح؟ مش هنعتبرها بالأعلى، نشوف من وقت الموت لوقت القبض سعرهم كان بيتراوح من 90 ل 120، يبقى اعتبرهم 90. واخد بالك؟ بأقل القيمة، لأنه وأما قيمة العبدين الباقيين لهم فتعتبر بالأقل من لهم هنا يعني للورثة، فتعتبر بالأقل من وقت الموت إلى وقت القبض، فإذا كان أقل قيمتهما في ذلك الوقت 200 اعتبر ذلك. ومثال الثاني، ما لو أوصى لزيد بعبد وكانت قيمته وقت الموت 100 فإنها تعتبر في ذلك الوقت، وترك عبدين للورثة وكان أقل قيمتهما من وقت الموت إلى وقت القبض 200 اعتبر ذلك. وإنما اعتبر الأقل المذكور فيما يبقى للورثة، لأنه إن كانت القيمة دي يعني وقت الموت أقل فالزيادة بعد ذلك حصلت في ملكهم فلا تحسب عليهم، وإن كانت وقت القبض أقل فالزيادة التي كانت قبل ذلك لم تدخل في ملكهم لأنه ما كانش لسه مات. واضح؟ عشان كده بنحسب الأقل لهذا.
أقل في الزيادة التي كانت قبل ذلك أن تدخل في يدهم فلا تحسب عليهم، وكيفية اعتبار الوصية وغيرها من التبرعات من الثلث ولم يوفي الثلث بها كلها، أنها إن تمحضت عتقا. خد بالك بقى في كيفية اعتبار إن الوصية تبقى من الثلث من حيث القيمة، يعني إما بقى تتمحض عتق أو تتمحض غير عتق أو تتمحض جزء منها عتق وجزء منها غير عتق، ثلاث صور. واخد بالك؟ ركزوا معايا الحتة دي، لأن الخطيب الشربيني أوجزها فما كانش حد عارف يفهم كلام الخطيب، فقال بيجوري راح شرحها لك. يعني اللي بيقرا شرح الخطيب الشربيني في الحته دي هيلاقي نفسه مش عارف يفهم. فالبيجوري اراد ان هو يفتح لك اللي اوجزه الخطيب الشربيني في شرحه. واضح؟ فبيقسمها لك التقسيمات دي. ونركز شويه لحد ما نتصور الصوره كامله، لان ممكن ايه السؤال اللي هتساله دلوقتي يتضح لك بعد لحظه. وكيفية اعتبار الوصية وغيرها من التبرعات من الثلث ولم يوفي الثلث بها كلها، أنها إن تمحضت عتقا سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت تحتمل الوصية دي. تحتمل، خد بالك إن التبرعات اللي بنعتبرها من الثلث إما وصية يعني معتبرة بعد الموت بس معلقة، اسمها معلقة، أو منجزة يعني نفذها قبل الموت. يبقى أنا عندي التبرعات اللي بيعملها الإنسان في مرض وفاته إما معلقة لما بعد الموت فهي وصية، أو إنه تصرف فيها في الحال نجزها، مش كده؟ برضو ما عنديش إلا الاحتمالين دول، وفي الحالتين أنا بنفذها في الثلث في الحالتين، لأن التصرف الناجز وقت مرض الموت ياخد حكم الوصية، عشان كده هو جمعهم لك هنا. فعلشان كده بيقول لك إيه؟ أنها إن تمحضت، أنها يعني هذا التبرع، يعني إن تمحضت عتقا، إن كان التبرع ده متعلق بالعتق، لأن كل ما يملكه عبيد، كل ما له عبيد أرقاء، فهمت؟ فلو كان المسألة دي متعلقة بعتق بس، سواء كانت منجزة يعني تصرف في مرض الوفاة أو معلقة بالموت يعني وصية فيما بعد الموت، تحتمل كل واحدة من دول انها تبقى مرتبة او غير مرتبة. يا رب تاخد تركزوا معي. فان كانت مرتبة فيهما في المنجزة وفي المعلقة، كان قال في الاولى اللي هي المنجزة اعتقت سالما فغانما فبكرا، اسماء العبيد اللي عنده، اعتقت تصرف كده ونايم في العناية المركزة خلاص، يعني الرجل بيوضب أموره عشان هي يلقى ربه، فبيزوروه وهو الرجل في العناية المركزة. أم قال لأولاده إيه وفي وجود الشهود أعتقته، يعني نفذت أو منجزة إيه تصرف في ماله، أعتقته سالما فغانما فبكرا، بالترتيب كده، واضح؟ أو قال في الثانية اللي هي المعلقة بالموت إذا مت فسالم حر ثم غانم حر ثم بكر حر. فهمت بقى الصورتين؟ طيب. أو قال أعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا، قدم أول فأول. نقوم نراعي في التنفيذ ايه؟ بالترتيب زي ما قال، اول فاول، ونحسب الثلث لحد ما نخلص الثلث نوقف. لو التلاتة شملوا الثلث خير نفذنا التلاتة، لكن الثلث استغرقوا في الاثنين بس، ننفذ في اثنين بس. واضح؟ فهمت المسألة؟ طيب. قدم أول فأول إلى تمام الثلث وما زاد، طب افرض زاد عن الثلث، لأن لو هنعمل التلاتة هيبقى هيزيد عن الثلث شوية، ناخد رأي الورثة، موافقين؟ إذا أجازوا ماشي، صح؟ إذا زاد عن الثلث
وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وعلم من ذلك أنه لا فرق بين ترتيبه هو بأن أتى بحرف مرتب كالفاء وثم، وبين اعتباره الترتيب من الورثة على المعتمد. المعتمد يعني دليل أن في رأي غير معتمد أن الاعتبار بلفظه هو، لكن سواء اللي رتب الورثة أو سواء اللي رتب هو بلفظه ما يجراش حاجة. يعني افرض وقال لك ايه اعتقه سالم وبكر، لان الواو مطلق الجمع، اما هم ابتدوا الورثة او اعتقوا ثلاثة من عبيدي وخلاص ما قالش اسماء، يختاروا هم زي ما يختار. فهمت بقى ازاي؟ وعلم من ذلك انه لا فرق بين ترتيبه هو بأن أتى بحرف مرتب مرتب أو مرتب ينفع الاثنين كالفاء وثم، وبين اعتباره الترتيب من الورثة على المعتمد، فلا بد من تقديم ما قدمه في الصورتين خلافا لمن فرق بينهما، وإن لم تكن مرتبة كأن قال يعني الصورة الثانية بينها مش مرتبة، الصورة الأولانية جابها لك مرتبة، وإن لم تكن مرتبة دي صورة ثانية، كأن قال في المنجزة أعتقكم أو أنتم أحرار، أو قال في المعلقة إذا مت فأنتم أحرار، بيكلم عبيده يعني، أو فسالم وغانم وبكر أحرار. طيب لو ما رتبش وعمل كده نعمل إيه وهم أكتر من التلت؟ نعمل قرعة بينهم، نقرع بينهم، واضح؟ أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته عتق منه ما بقي ما يفي بالثلث، ولا يعتق من كل بعضه حذرا من التشقيس. وما نعتقش تلت كل واحد مثلا أو ربع كل واحد، لا، علشان مش عايزين يبقى العبد مشقص مبعض، يسموه العبد المبعض اللي هو بعضه حر وبعضه عبد يعني قن يعني. فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث. طب واحنا قاعدين ليه نفهم ونتعب نفسنا ودلوقتي ما فيش رق؟ عشان تتعلم الحس الفقهي، علشان ترتب مخك ازاي الفقهاء كانوا بيفكروا، تدريب ذهني للحس الفقهي. اصل في طلبه يقول لك احنا مالنا يا عم، ايش فيش؟ طب مالك هتتعلم؟ لان الفقه ملك، عشان تربي الملكه الفقهيه. واضح؟ ادي الميزه، ميزة انك انت بتدرس الحاجات دي بالرغم انها لا وجود لها في الواقع، علشان تتعلم ان لو طرأت صور مشابهة تقدر تقيس عليها، يبقى عندك خصوبة في الفكر. ولا يعتق من كل بعضه حذرا من التشقيص. التشقيص يعني شقص وشقص وشقص، الشقص اللي هو ايه؟ الجزء يعني، واخد بالك ازاي؟ التجزيء يعني. يبقى التشقيص في اللغة القديمة هو التجزيء في اللغة الحديثة بتاعتنا لاستعمال العصر، واخد بالك ازاي؟ كان زمان يقول لك شقص، يعني يقول عليه جزء، وده الصاد. لأن المقصود من العتق تخليص الرقبة من الرق. يبقى أنا أشوف أنا مقصود العتق إيه؟ مقصود العتق إن أحرر واحد على بعض، فيبقى أنا إيه؟ ما شقصت بقى، أنا لما أحرر عبد واحد من التلاتة على بعضه أحسن ما أحرر تلت كل واحد من التلاتة. فاهم؟ أجمع كله في عبد واحد وأطلعه، مع السلامة. وعلم من ذلك أنه لا فرق بين أن يرتبهم في الذكر كالمثال الثاني أو لا كالمثال الأول، لأنه لم يأتي بحرف مرتب. وهذا معنى قول بعضهم هنا وإن كانت مرتبة فمراده الترتيب في الذكر فقط، لأن الواو لمطلق الجمع، إنما ثم والفاء للترتيب، فلو قال بالواو بحرف العطف كده ده مطلق جمع، ولو قال بحروف مرتبة يبقى نراعي ترتيبه، ولو ما قالش يبقى نقرع، لو ما قالش بحروف فيها ترتيب يبقى نعمل قرعة. واضح؟
كما يشعر به تكرير المثال، فلا ينافي ما تقدم من أن المرتبة حقيقة في أن المرتبة حقيقة يقدم منها الأول فالأول على المعتمد، خلافا لمن فهم أن الترتيب منه لا يعتبر بخلاف ما لو اعتبره من غيره. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا، قدم المنجز على المعلق. يعني افرض انه هو تصرف اشياء نجزة في مرض وفاته وكمان اوصف حاجات بعد وفاته، ولو عملنا الاثنين هنزيد عن الثلث، يبقى ننفذ المنجز. واضح؟ وان كان البعض منجزا والبعض معلقا، قدم المنجز على المعلق، لان المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه بخلاف المعلق. ولو قال ان اعتقت غانما فسالم حر، فأعتق غانما في مرض موته وخرج وحده من الثلث، عتق غانم فقط ولا إقراع لاحتمال أن تخرج القرعة لسالم فيرق غانم فيفوت شرط عتق سالم، لأن عتق سالم معلق بلفظ الإيه الرجل على عتق غانم. فهم؟ فإن خرج بعض غانم من الثلث، طلع غانم ده قيمته أكتر من الثلث، فيبقى بعضه بس اللي هيعتق ويتبقى الباقي. فهمت؟ عتق بقدره أو خرج مع سالم منه عتق، أو خرج هو نفسه مع سالم منه يعني من الثلث، عتق جميعا. واضح؟ يعني هي دي كلها صور مرتبة ورا بعضها. طيب هو قال إن أعتقت غانما، الواد غانم ده إن أعتقته فيبقى الواد سالم كمان عتيق. كويس؟ فأعتق غانما، فجينا نقيم غانم لقيناه في حدود الثلث قيمته كده، يعتق غانم وسالم ملناش دعوة بيه. كويس؟ اعتقنا غانم لقينا لسه ما كملناش الثلث، فاعتقنا سالم بعديه لقينا كده كملوا الثلث، يعتقوا الاثنين. واضح؟ سهلة؟ طيب الصورة الأخيرة بقى، فإن خرج بعض غانم من الثلث. طيب الصورة الثالثة، إن غانم قيمته طلعت أكتر من الثلث، فهنعتق بعضه اللي هو بقدر الثلث ونخلي الباقي لمصلحة الورثة. عتق بقدره، أو الصورة اللي بعد دي، خرج مع سالم منه عتق، الاثنين مع بعض، أو مع بعض سالم، أو عتق هو وباقي من التلت ربع عبد، نعتق ربع سالم. فهمت ازاي؟ أو مع بعض سالم، عتق مع غانم بعض سالم. واضح؟ طيب وإن تمحضت، دي الصورة الثانية، يبقى الأولانية إن تمحضت عتقا كانت منجزة أو معلقة مرتبة أو غير مرتبة، بعد كده هيقول لك بقى إن لم تتمحض عتق. وإن تمحضت غير عتق، سواء كانت منجزة أو معلقة، نفس التقسيمة بالموت، معلقة يعني بالموت، فإن كانت مرتبة فيهما، كأن قال في الأولى تبرعت لزيد بكذا، ثم بعده قال تبرعت لعمر بكذا، ثم بعده قال تبرعت لبكر بكذا، أو قال في الثانية أعطوا لزيد كذا بعد موتي، ثم أعطوا عمرا كذا بعد موتي، ثم أعطوا بكرا كذا بعد موتي، قدم أول فأول إلى تمام الثلث. يراعى الترتيب هنا زي ما قلنا هناك، ويتوقف ما زاد على الثلث يعني على إجازة الورثة كما تقدم، فيما إذا تمحضت عتقا. وإن وجدت دفعة منه أو بوكالة، دفعة منه يعني ألا هو أو وصى الوكيل يعملها، أو بوكالة، كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون له أبرأتكم،
يعني هو عليه فلوس عند ناس، وهو في مرض وفاته قال لهم يا جماعه خلاص ابرأتكم، وده يضر الورثه لو كان اكتر من الثلث، فاهم؟ فممكن يضر الورثه. فهنعمل ايه؟ برضه هيبقى ايه؟ ننفذ البراءه في حدود الثلث. طيب بس لون ديانه كتير، نقسم الثلث بنسبه دين كل واحد، واخد بالك؟ وخلاص ونخسر. فهمت الطريقه؟ كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون له أبرأتكم، أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معا. يعني بعضهم له وكلاء كتير، بعض الوكلاء أوقفوا حاجة من ملكه، وقف يعني خرجت من الإرث، ما هو الوقف له برضه يبقى في حدود الثلث، أو الثاني وهب برضه في حدود الثلث، واخد بالك إزاي؟ أو الثالث اللي هو صاحب المال نفسه تصرف في مرض وفاته، يبقى برضه في حدود الثلث. بمجموع دول لازم يبقى مجموع دول كلهم ما ينزلش عن الثلث. واضح؟ وكأن قال في المعلقة أوصيت لزيد بكذا أو لعمر بكذا، أوصيت لزيد بكذا ولعمر بكذا ولبكر بكذا. هنا قايل إيه؟ بالواو مش ثم، بالواو مطلق الجمع. أو إن مت فأعطوا زيدا كذا وعمرا كذا وبكرا كذا، قصت الثلث على الجميع كما تقصت التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلها. فإذا أوصى لزيد بمئة ولعمر بخمسين ولبكر بخمسين وثلث المال مئة فقط، ثلث المال مئة فقط، فلزيد هياخد إيه؟ بدل ما ياخد 100 هياخد 50، ولكل من عمرو وبكر ياخد 25 و25. فهمت بقى؟ بالنسب. وان كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق زي ما قلنا كما تقدم، بما اذا تمحضت عتقا. طيب الصوره الثالثه بقى، ان كان بعضها عتق وبعضها غير عتق، يبقى الاولانيه تمحضت عتقا، الثانيه تمحضت غير عتق، وهنا اختلطت بعضها عتق وبعضها تصرف مالي آخر. وإن كانت عتقا وغيره سواء كانت منجزة أو معلقة نفس التقسيم. فإن كانت مرتبة فيهما كأن قال في الأولى أعتقت سالما ثم قال أعطيت زيدا 100، وفي الثانية إن مت فأعتق سالما ثم أعطي زيدا 100، دي عتق ومال. قدم أول فأول، يعني نراعي الترتيب إلى تمام الثلث، والزائد يوقف على إجازة الورثة. وإن كانت غير مرتبة كأن قال في الأولى أعتقت سالما وتصدقت على زيد بمئة، وفي الثانية إن مت فأعتق سالما وأعطوا زيدا 100، قصت الثلث على الجميع أيضا كما إذا تمحضت غير عتق. فإذا كانت قيمة سالم 100 وقد أوصى لزيد بمئة وثلث الماء 100، عتق من سالم نصفه. واضح؟ وأعطي زيد 50. نعم، لو دبر عبده وقيمته 100، دبر عبده يعني ايه؟ يعني قال له أنت حر دبر موتي، يبقى اسمه دبره. نعم، لو دبر عبده وقيمته 100 وأوصى له ب 100 والثلث 100، فإنه يعني قال للعبد أنت حر دبر موتي وخد كمان 100 وأنت ماشي، عشان تعمل لك مشروع تجاري كده تعيش منه، واخد بالك؟ ما هو العبد لما بيعتق بيطلع يبتدي حياته من الصفر، فهو قال له ايه؟ انت حر دبر موتي وخد كمان 100. كويس؟ دي الصوره دي. والثلث كله كان 100، ثلث وصيته كلها 100، هو قال له انت حر وهتاخد 100، نعمل ايه؟ فانه يعتق كله ولا شيء للوصيه، بدل ما اعتق نصه واديله 50 اعتقه كله احسن. فهمتني بقى؟ اولى بقى، ولا شيء للوصيه على صح. ما هو هنا اصل فقط الثلث، لان العتق مقدم طبعا على المال. هو قبل يبقى نص عبد ياخد او ياخد، لا الشرع، الشرع يدور على مصلحته حتى لو قبل يقول له لا، لانه هو هيفضل عليه، هيفضل العبوديه فيه
يبقى اسمه مكاتب. والله انا هقول لك حاجه، ان كان ان علمتم فيهم خيرا وفكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. سيدنا عبد الله بن عباس قال خيرا اي قدره على الكسب، فان كان عنده قدره على الكسب لا باس، ان ما كانش عنده قدره على الكسب تعمل ايه؟ يعني اتقوا احسن واخلص منه، انما ما تعلقوش هو مش هيعرف يكسب. فهمتني؟ لا، ما هيبقى نص عبد. يعني ايه؟ يعني يوم حر ويوم عبد، يوم حر ويوم عبد، ادي نص. لا، هتبقى ملك نص الحر، يتملكها بنصف الحر. واضح؟ يعني افرض هو تلته حر، يبقى كل ثالث يوم اليوم ده هو حر فيه، ويومين عبد، والثالث حر. افرض ربعه، كل ربع يوم، وهكذا. فهمت بقى ازاي؟ حر يعني ايه؟ يعني اللي يكسبه في اليوم الحر ده ملكه، ليه ذمه ماليه. لكن في الايام اللي هو فيها عبد لو بيشتغل، اللي يكسبه لسيده. فهمت؟ عامل زي العربيه، كانك عربيه وبتأجرها. فهمت؟ ايوه. لو افترضنا ان نص العبد، ننفذ فيه النصف. هل هنا بقى السؤال، هل اديله النص ولا اديله الربع؟ ربع فلوس على الاقل من الفلوس تقدر يتحرك. نخير وبرضه هنشوف، هنخيره على حسب مصلحته. الواد ده في ايده صنعه ويعرف يكسب، ولا واد لخمه كل ما توديه شغل يخربها ولا يجيد صنعه واخرق. ما انا بقول لك لما يبقى اخرق يبقى انت ايه؟ كتر عتقه، لانه اخرق مش هيعرف يسدد. مش هيعرف حتى يسدد. وعلشان كده القاضي المفروض يفكر لمصلحه اللي قدامه ويقرر الحكم على حسب اللي قدامه. واضح؟ فانه يعتق كله ولا شيء للوصيه على الاصح، لان تخليص جميعه من الرق احظ له من تنفيذ بعض الوصيه مع عتق بعضه. وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق كما مر. والحاصل، عايز بقى يختصر لك كل الكلام اللي لخبطك ده، عايز بقى يقول لك كلمة خلاصة يعني. والحاصل أن التبرعات إما أن تتمحض عتقا أو غيره، أو يكون بعضها عتقا وبعضها غيره. فهذه ثلاث صور، وعلى كل إما يعني على كل صورة إما أن تكون معلقة أو منجزة، أو يكون البعض منجز والبعض معلق، فثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى عندنا التسع صور. وعلى كل إما أن تكون مرتبة أو غير مرتبة، أو يكون البعض مرتبا والبعض غير مرتب، فالجملة 27 صورة قائمة من ضرب ثلاثة في تسعة. هذا توضيح الفائدة الصعبة التي ذكرها الشيخ الخطيب وأجملها المحشي غاية الإجمال. يعني هو بيحل لك اشكال كان في الكتب السابقه. تمام؟ في التفصيل ده كله. ايوه. قوله اي ثلث مال الموصى. هو بيقول هنا بقى في الهامش. اي فضل. منجز. المعلق اللي هو بعد الموت، قلنا ناخد الاقل. الاقل لصالح الورثه. افرض هنعمل، افرض هنبيعهم. هنبيعهم باي قيمه؟ لا، ما هو بيقول لك نحسبهم في الحاله دي باقل القيمه لمصلحه الورث. ليه؟ لان لو كانت قيمتهم كانت زايده في حال الوفاه قبل ما يموت يبقى ما اقدرش احسبها لان ما دخلتش في ملكهم. ولو كانت زادت قيمتهم بعد كده فهي هتبقى تعود عليهم برضه. فهمت ازاي؟ فانا اخليها اقل القيمه علشان ايسر عليهم. ربما واحد منهم يشتري، ممكن يبقى واحد منهم يشتري نصيب اخواته. انت ما بتشتري من اخواتك غير ما بتشتري من غريب، مش كده برضه؟ خصوصا في الحاجه اللي فيها مشاعر. فهنا بيقول ايه؟ وهي أي الوصية من الثلث أي ثلث مال الموصي، فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف.
فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، وإن ردوه بطلت في الزائد. هنقف هنا علشان المرة الجاية هنناقش قضية ولا تجوز الوصية لوارث، واخد بالك؟ دي هنناقشها المرة الجاية. هنقف بس عند هنا نشوف كلام الشيخ البيجولي في الحتة اللي هي انها واقفة تبقى في حدود الثلث وتقف على اجازة الورثة، والورثة حاجة من الاثنين، يا اما قُصّر او غير مطلق التصرف، فهل تعتبر اجازتهم ولا نستنى لما يكبروا؟ او هم مطلق التصرف يعني كبار وراشدين ونقدر ناخد رأيهم. هتشوف الصور دي. فبيقول هنا اي ثلث مال الموصي اي وقت الموت، حتى لو اوصى بثلث ماله ثم زاد ماله عما كان وقت الوصية تعلقت الوصية به، فلا عبرة بما قبل الموت، حتى لو أوصى بعبد ولا عبد له وقت الوصية ثم ملك عبدا عند الموت تعلقت الوصية به وتنفذ في ثلثه فقط إن لم يكن له مال غيره. افرض أنا كتبت وصيتي سنة 2012، طلعوا ثلث مالي وأنا 2012 كان كل اللي عندي 30,000 جنيه، وبعدين ربنا طول عمري رحت مت سنة 2050 بقى عندي ملايين، تقوم تتنفس في الملايين ولا تتنفس في تاريخ الوصية؟ فاهم؟ لا، هتتنفس في الملايين لأن هي معلقة بما بعد الموت. واضح؟ طب افرض إن أنا أصلا جيت السنة دي ما عنديش ولا مال، كل اللي في جيبي هو اللي بصرفه، ما عنديش أي أرصدة، فوصيت كده وصية أوصي بثلث مالي بعد وفاتي، واخد بالك ازاي؟ لابن اخي اليتيم مثلا، وانا دلوقتي ما عنديش اي مال، بعد كده جالي مال لما مت يتنفس، واخد بالك؟ يعني يجوز انك انت توصي بالمعدوم وبالموجود وبالغائب، لان العبره حالتك ايه بعد الموت مش حالتك ايه ساعه الوصيه. فهمتني المساله؟ الصوره بتاعت عتق وتبرع. ايه؟ عتق وتبرع. عتق وتبرع. تمام؟ في الوقت الحالي لا، يعني ينفع الفلوس الموجوده اعطي العبد واديله فلوس، لكن بعد الموت بعد 10 سنين مثلا العبد نفسه ثمنه غير. يعني الفلوس انا ما عنديش فلوس. ما هو احنا برضه هنحسب ثمنه من ثلث الميراث. ما هو غالي. معلش، ما هو غالي برضه، نشوف غاليه ده قد ايه. قيمته دي تساوي تلت الميراث كله ولا اقل؟ لو اقل، لو في حدود الثلث نعتق، لو ازيد من الثلث نجيز الورث. مش مهم الاعتبار، القيم كلها وما يملكه بعد الوفاه ما تركه، يعني لانه علقها الى ما بعد الموت، وتنفذ في ثلثه فقط ان لم يكن له مال غيره، وان كان له مال غيره وخرج من الثلث نفذت في كله، ولا يتعين على الوارث أن يدفع هذا العبد بعينه للوصي له، بل له أن يشتري له عبد آخر. يعني هو أوصى أن يعتق عبده وملوش عبد، مش عبد معين بقى، هو ما عندوش عبد في الوقت ده، ساعة ما عمل الوصية ما عندوش عبد، فأوصى أن يعتق عبده، وبعدين لما جه مات كان عنده عبد، فيبقى والعبد ده في حدود الثلث، الورثه لهم ان هم يعتقوا عبد غير الواد ده، لان هو ما كانش معينه. افرض العبد ده حلو في عين الورثه، واد كسيب كده، واد محترم وبتاع، مش عايزين يعتقوه عشان هم مستفيدين بيه، واخد بالك؟ او اي حاجه يعني، واخد بالك؟ فممكن يجيبوا عبد غيره ويعتقوه بدل ده، لانه ما كانش موجود ساعه الوصيه. فهمت الصوره؟ ما هي بالقيمة أو بالبديل، يعني يقول لك مثلي أو قيمي. قال فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة، وحكم الزيادة على الثلث إيه؟ مكروهة. طب وليه ما قلناش عليها حرام؟ قلنا مكروهة لأن عندي قرينة صارفة من الحرمة إلى الكراهة، وهي حرية تصرف الإنسان في ماله. هذه القرينة قوية، ثم تصرف المسألة من الحرمة إلى الكراهة، واخد بالك؟ لأن ربنا جعلنا إيه؟
عندنا حرية تصرف في مالنا، مش كده برضو؟ لأن واحد يقول لك طب ليه يا أخي ما تبقاش، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير، يبقى معناه إن الوصية أكتر من الثلث تبقى حرام. يقول له لا مش حرام ولا حاجة، ده مكروهة بس. طب وإيه اللي خلاها؟ ما ينهي عنها. نقول ما هو النهي عنه إن لم يكن هناك قرينة تصرفه عن الحرمة يصير حراما، فإن كان هناك قرينة صارفة صرفته إلى الكراهة. وإيه القرينة هنا؟ تسلطه على مال، إن هو متسلط على مال، واخد بالك؟ في وجه إن هو لو كان قصد بإنه يزيد على الثلث عشان يحرم الورثة، في بعض الوجوه عند الشافعية قالوا حرام كده، الصورة دي تبقى حرام. بعض العلماء التانيين قالوا لا مكروهة برضه، لأن إحنا مش هننفذها إلا بإجازة الورثة، تفضل مكروهة برضه. لأن إحنا كده كده مش هننفذها إلا لما نجيز الورثة، فإن أجازوها خلاص. ما أجازوهاش يبقى إحنا مش محتاجين نحرمها. هي مكروهة، تعالوا يا ورثة ننفذها ولا ما ننفذهاش؟ لا ما تنفذوهاش، خلاص ما تنفذوهاش، مع السلامة. وتفضل مكروهة، فهمت بقى؟ وده المعتمد على فكرة عندنا في المذهب. يعني حتى لو أوصى بأكثر من الثلث نكاية في الورثة عشان يحرمهم برضه مكروه، بس كراهيته أشد يعني. ها؟ تبقى إذا كان منجزة في حال حياته وفي صحته، هو حر بيتلف ماله وإحنا مالنا، بيستهلك ماله وإحنا مالنا، واضح؟ يعني أنت دلوقتي عايز تروح تتعشى وتعشينا معاك كلنا كده، واخد بالك، في محل كباب، هتدفع لك مثلا 1500 جنيه، يجي ابنك يقول لك لا كده يا بابا عايزينها في حدود الثلث، انت حر في مالك يا ابني، فهمت ازاي؟ لانك في صحيح مش في مرض الموت، فهمتني ازاي؟ هيحجروا عليك يعني، فده يبقى حر التصرف. طبعا انت مش هتعملها يعني، لكن انا بفهمك. قوله فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة، وتكره الزيادة على الثلث كما قاله المتولي وغيره وهو المعتمد، وإن قصد حرمان الورثة، لأنهم إن أجازوا لم ينفذ الزائد إلا بإجازتهم، وإن لم يجيز وألغت الوصية بالزائد خلافا، وإن لم يجيزوا لغت الوصية. حطيت لي يجيز والواو ألف دي كأنها في الكلمة الثانية، هي وإن لم يجيزوا، معلش، وإن لم يجيزوا لغت الوصية بالزائد خلافا لقول القاضي بأنها تحرم، وهذا في الورثة الخاصة. يبقى عندنا في رأي في المذهب أنها تحرم، بس المعتمد أنها برضو مكروهة في أزيد من إيه ولو لحرمان الورثة، لأن احنا برضو هناخد رأي الورثة الحالتين. وهذا في الورثة الخاصة، لو ليه ورثة خاصة، انما افرض ورثة عامة، في واحد هيورث ورثة عامة، افرض واحد مقطوع من شجرة وعنده اموال طائلة، يوم ما هيموت ماله ده هيروح بيت مال المسلمين، يبقى ده ورثه عام للناس، فهمت ازاي؟ واما الورثة العامة وهم المسلمون فلا تتأتى الإجازة منهم فتبطل الوصية بالزائد لأنه لا مجيز، يعني هو ملوش ورثة خالص، كويس، فأم أوصى بنص ماله أو بكل ماله لجهة معينة، نقوم نعمل إيه؟ نقول له لا هننفذ التلت بس والباقي يروح بيت مال المسلمين، لأن مالكش ورثة معينين يجيزوا أو لا يجيزوا، واضح؟ يبقى ننفذها في الثلث بس، وما زاد يروح بيت مال المسلمين. عايز ينجزها بقى ينجزها، هو حر، واخد بالك؟ وده بيتصور في ايه؟ واحد جاي من اوروبا اسلم وعاش في بلاد المسلمين، واخد بالك؟ وتزوج ولم ينجب، وماتت زوجته في حال حياته، وكل ابائه كفار، واخد بالك؟ والكفر يمنع من موانع الارث، والراجل ده اشتغل في بلاد المسلمين وعمل ملايين، يوم ما هيموت الراجل ده كل فلوسه دي هتروح على بيت مال المسلمين، فهمت ازاي؟ لان مش هيفرسه قرايبه لان اقاربه كفار. ها؟ مش عايزين نجيب سيره اسماء علشان ما تبقاش قضايا. وصل لابيه الكافر. ها؟ وصل لابيه الكافر. له ان يوصي لابيه الكافر في حدود الثلث. ولو ما وصلش ها؟
لا لا ما نفذت الا الوصيه بتاعته. له ان يوصي لابيه الكافر، له ان يفرض ما لم يوصي خلاص، لكن لا لا يرثه الكافر، لا يرث المسلم والمسلم. لو لم يوصي لا خلاص يفضل كل المال. يتصرف في حال حياته، طالما حال حياته زي ان شاء الله يصرف كل فلوسه حتى لو كان فيها ضرر على الوارث، هو حر بقى. وبعدين بعد كده ربنا هيساله بينه وبين نفسه، انت راجل مسرف ولا مش مسرف؟ اذا كان باسراف وبزخ ما هو ده منهي عنه الاسراف، واخد بالك ازاي؟ بس انما افرض هو ما يقدرش يعيش يا اخي الا في فندق 5 نجوم، بيجي له اكتئاب يا اخي ما يعيش في بيئه مش نظيفه، وهو عنده امكانيات كده، انت بالنسبه لك ده بزخ، هو بالنسبه له شيء ضروري، والا هيجي له مرض نفسي ما تحملش. كل واحد بقى على حسب طاقته النفسيه، فاهم؟ لان ده ماله، يتحرك فيه يتصرف فيه كيف شاء طالما في المباح، واضح؟ هو ما بيقدرش يعني نفسيته تعتدل الا لما يروح يصيف 3 شهور كل سنه في اوروبا مثلا، وهو امكانياته الماليه تسمح له. تيجي انت تقول له لا، طب بصفتك يعني تقول له لا، صفتك ابنه، طب والابن هيبقى قايم على ابيه؟ ما ينفعش. فهمت ازاي؟ هو طالما بيصرف عليك وبيجيب لك طلباتك سيبه هو بقى يجيب اغلى حاجه لنفسه بتاع، هي الحاجه بينه وبين نفسه بينه وبين ربه بقى، يقوم ربنا بقى هو اللي هيساله عن ماله، انت ليه جبت الغالي ده؟ يقول له يا رب اصل انا ما بستحملش، اما بجيب الرخيص بيجي لي اكتئاب وقلبي بيتقبض كده ومش مستحمل، يقوم ربنا يقول له خلاص عدي غلط، هو ربنا اللي خلقه عارف. قوله المطلقين التصرف، إجازة الورثة مين؟ المطلقين التصرف، دي مهمة. فإن كانوا غير مطلقين التصرف، فإن توقعت أهليتهم بالبلوغ أو الإفاقة أو الرشد وقف الأمر إليها وإلا بطلت. طيب هو سايب عيال قصر وأوصى بأكثر من الثلث، والعيال دول صغيرين، نستنى لما العيال تكبر فيما زاد عن الثلث، يعني نجيب مما زاد عن الثلث نوقفه، أما يوصلوا لسن الرشد وبعدين ناخد رأيهم ننفذها ولا لا؟ قالوا لك لا تتقسم عليهم، ده هي متشاه تطلع على طول، هنفضل شايلينها بزيادتها ملناش دعوه، يعني هناخد الكميه دي نشيلها كده مجمده لحد ما العيال تكبر، واضح؟ الموصى له يفضل مستني، الموصى له هياخد الثلث، احنا بنتكلم فيما زاد، فيما زاد يعني في الزايد بس، يعني هو ياخد الثلث بس فيما زاد هيفضل يفضل ده واقف لحد ما العيال تكبر، او اذا كان عيل مجنون بيتعالج، او كان في غيبوبه ما يفوق، فهمتني؟ كده يعني. طب افرض العيال دي او عندها سفاهه للابد، منجل مثلا، يعني طفل منغولي، واخد بالك ازاي؟ او هو عنده خلل في عقله مولود بيه كده وهيعيش بيه طول عمره، واخد بالك؟ يبقى خلاص مش هنتظر بقى، هنفس التلت بس وما زال ألغيه، فهمتني بقى ازاي؟ فإن كانوا غير مطلقين التصرف، فإن توقعت أهليتهم بالبلوغ أو الإفاقة أو الرشد وقف الأمر إليها، يعني في الثلث فيما زاد، وإلا بطلت فيما زاد، مش بطلت كلياتها، فيما زاد برضو عن السبك، وعليه يحمل ما أفتى به السبك من البطلان، كذا في شرح الخطيب وغيره. فقول المحشي فتبطل في الزائد موافق لما أفتى به السبكي، وقد علمت أنه محمول على ما إذا لم تتوقع أهليتهم، يعني السبكي لما قال تبطل في الزائد قال تبطل ويقصد فيما غير متوقع بلغهم أهلية مش مطلقا، فهمتني إزاي؟ فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد،
لا عطية مبتدأ. طب افرض العيال دي كبرت الحمد لله بعد 5-6 سنين العيال كبر فأجازوا، تعتبر عطية دلوقتي ولا دي وصية تعتبوهم؟ فهمتني ازاي؟ وجهان على فكرة. تحتمل، تحتمل تبقى عطية منهم دلوقتي لأنهم ليهم تسلط عليه، فهم؟ فهم لما أجازوها هل أجازوها فاعتبرت عطية من الآن ولا تعتبر امتداد للوصية الأولانية؟ علشان بناء على كل احتمال هينبني عليها خلاف في الفرع، فهمت ازاي؟ فناخد بالنا من الحتة دي. فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، ده الراجع على فكرة، إن إجازتهم تعتبر تنفيذ للوصية القديمة مش عطية جديدة، أي لا عطية مبتدأة كما قيل. كما قيل هنا جايبها لك بصيغة التمريض، يعني ده رأي ضعيف، اللي يقول لك دي عطية من ابتداء ده يبقى إيه؟ رأي ضعيف، وإن كان محتمل عقلي. ويترتب على ذلك أنه إن قلنا بالأول اللي هي تنفيذ للوصية بالزائد فليس لهم الرجوع ولا يحتاج إلى قبول غير قبول الوصية، وإن قلنا بالثاني إن هي عطية مبتدأة كان لهم الرجوع في الزائد قبل القبض، لأن لو كانت عطية العطية لا تنفذ إلا عند القبض مش عند القبول، واخد بالك إزاي؟ يعني لما أقول لك مثلا هدي لك مثلا المسطرة دي وأنت لسه ما خدتهاش ليه يرجع فيها؟ لحد ما تاخدها مني وتحطها في جيبك بقيت خلاص ما اقدرش ارجع فيها، واضح؟ دي العطيه. واحنا كنا اتكلمنا في الحته دي في مواضيع الهبه. ايوه عشان كده احنا قلنا لما يحط لك الاكل قدامك لا تتملكه الا بالبلع. اه والله ممكن يشيلك يقول لك على فكره انتوا ما تستحقوش الاكل ده، ليه ليه يا ولد؟ يلا روحوا. حصل اي حاجه تغير رايك؟ احنا قلناها في الحكايه دي، فلا تتملك العزومه الاكل اللي انت معزوم عليه الا لما تبلعه، يعني اللي ببطنك هو اللي تملكته بس، انما اللي قدامك لسه الله اعلم هتمد ايدك عليه ولا هو هيشيله قبل ما تمد ايدك عليه، محتمل كل ده محتمل. لو دخل بقى ما يجراش حاجه، نسيبه يبلعه بقى. لا ان هو تبقى في حيازته بس، صارت في حيازته يعني خدها وحطها في الشنطة ولسه قاعدين بيشربوا الشاي بقى ملكه، واضح انها صارت في حيازته. ويترتب على ذلك أنه إن قلنا بالأول إن هي تنفيذ للوصية بالزائد فليس لهم الرجوع ولا يحتاج إلى قبول غير قبول الوصية، وإن قلنا بالثاني إن هي عطية مبتدأة كان لهم الرجوع في الزائد قبل القبض ويحتاج إلى قبول المذكور وولاء من أجاز وأعتقه الحاصل في مرض الموت أو بعده بحكم الوصية ثابت للميت يستحقه ذكور العصبة دون إناثه. لما أعتق العبد ده قبل ما يموت في علاقة ولاء بين المعتق والمعتق، هذه العلاقة الولاء من حق الإنسان قبل موته، ويورث الولاء للورثة الذكور، واخد بالك؟ لأن ولاء العتق ده كان ينبني عليه كمان غير النصرة إرث توارث، وأسباب الإرث احنا قلناها قبل كده إيه؟ النسب والنكاح والولاء، ثلاث أسباب مش كده برضو؟ قول وإن ردوه أي رد الورثة المطلقون التصرف الزائد بطلت في الزائد، أي بطلت الوصية في الزائد فقط. وإن أجاز البعض ورد البعض، طب افرض إن الورثة بعضهم قال لك الزائد أنا موافق، أخوه التاني قال له أنا مش موافق، واخد بالك؟ أو واحد ثالث قال أنا موافق في النص بس، يبقى كل واحد يجيز في نصيبه، فهمتني ازاي؟ بس وخلاص.
انت نصيبك ايه في الزائد؟ 10 جنيه واستمحت فيها؟ طب مع السلام، انت ما سمحتش خد انت العشر جنيه بتاعتك وروح. انا سمحت في نص نصيبي في الزائد، يبقى خد 5 جنيه وسيب 5 جنيه تخش كده. فهمت بقى المسألة؟ قول ولا تجوز اي لا تنفذ، ومع ذلك تكره كراهة التنزيه، يعني لا ان لم يجيزوا يبقى ايه لا تجوز الا بالزيادة. يقول لك ايه؟ ولا تجوز الوصية لوارث الا ان يجيزها. لا دي احنا هنوقف عليها، خليها المرة الجاية عشان دي ايه نقعد ايه نتناقش فيها، عشان هتقعدوا ايه تسألوني فيها حتت كتير. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. سؤال اللي هو في اللي هو لما وصى بعتق عبيد لم يعينه، ثلاثة عبيد مثلا، هل لي ان اني اختار قال لهم ثمنا وقيمة؟ لا، ما انا اصلا هدور على حدود الثلث، فانا ادور على ثلاثة يبقى قيمة الثلاثة في حدود الثلث. طب ما معينش، ما انا عارف. حتى عملت ثلاثة بس، ثلاثة عبيد. ما ممكن اختار انا الثلاثة يطلعوا قيمتهم اكتر من الثلث، ممكن اختار ثلاثة قيمتهم في حدود الثلث، يبقى انا اتخير من العبيد اللي يبقى مجموعهم يبقى في حدود الثلث. ممكن اختار اقل من الثلث. تجوز ليه؟ لك، ادام هو العبرة بانه قال ثلاثة عبيد، لك ان تفعل ذلك. واخد بالك؟ بس المهم تطلع ثلاثة عبيد. بس هتطلع بقى ثلاثة عبيد، واحد عنده شلل نصفي، واحد تاني اعمى، والثالث مثلا بيجروه موحد، هتبقى مصيبه. واخد بالك؟ دول تخليهم عندك عشان انت بتمرضهم، انما تطلع ناس تعرف. لان ايه؟ لان العتق يكون للرقبه السليمه، اللي يقدر يبقى انسان يبني في المجتمع ويبقى انسان حر ويقدر يعيش، انما تطلع لهم الناس بول وتقول انا بعتق. فالواحد يختار. حاليا الحمد لله ما عندناش عبيد. الحمد لله. ايوه. الحالة اللي هي لو 33,000 ودي بره 60. حتى في تعليق الشيخ انا شفت الموصى له ما يكونش الثلث، لان الباقي لم الورثة لم يتسلطوا على مثلين. ايوه. طب هو 30 من هذه ال 10 ولا 20؟ لا لا لا. ما اصل خد بالك. الورثة لما يجي يتقسم مش هيبقى نصيب أكتر واحد فيهم مثلي الموسى. أكتر واحد مش كله. لا لا مش شرط. فمش معقولة بقى الغريب أنا أديله أكتر من ال بتاع، هتثير حزازيات في النفوس. لا تثير حزازيات في النفوس. لكن لو هما سامحوا خلاص والقاضي ملوش دعوة، يقول لك أنا راضي وأنت راضي. خلاص وأنت مالك يا قاضي. القاضي ما بيخشش اصلا الا لما يحصل نزاع، لكن طول هم موافقين خلاص ادي المساله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.